بلدة بوركت بالأمان، تزينت بضيوف الرحمن في عشر فضيلة قال عنها خير البرية عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فرجونا ثواب الزمان والمكان بإكرام ضيوف الرحمن. حتى بتعبنا في البدل مستمتعين، متطوعين للغير، متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البدل عادتنا. من هذا المنطلق داومت الندوة العالمية للشباب الإسلامي على رفادة الحجيج من خلال المشاريع الموسمية وجبة حاج وسقيا حاج أكثر من 45 عاماً، كواجب تجاه ضيوف الرحمن واستثمار خيرية المكان والزمان والإنسان بعمل يقرب للرحمن، واتباع الهدي النبوي في إكرام الضيف والإحسان له، واقتفاء نهج المملكة العربية السعودية القائم دائماً وأبداً على التشرف بخدمة الحجاج، ومساهمة في تحقيق رؤية 2030 في جانب التطوع وفي خدمات الحج. وفي هذا العام تم التعاون والشراكة مع وقف البلد الحرام كمنظومة متكاملة لخدمة حجاج بيت الله في تنفيذ مشروع وجبة حاج، طعام يقوي الأجسام ويعين الحجيج على الإتمام. بسمه على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر صار التطوع. مشروع سقيا حاج، ماء بالمجان يروي الظمآن. تعلمنا التسامي بيومنا، بسمه على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلها الدنيا إذا نترك أثر طول العمر صار التطوع همنا وبتحت ظله لمنا. الندوة العالمية للشباب الإسلامي منظمة رائدة لشباب مميز.